السلام عليكم، كيف حالكم؟ هل اشتقتم لي؟ وأنا اشتقت لكم كثيرا. سأسمعكم هذا النشيد الجميل لنتعرف على درسنا لهذا اليوم. هيا استمع. هيا قولوا لي، عن ماذا كان يتحدث النشيد؟ أحسنتم، كان يتحدث عن النملة. والآن هل أنتم مستعدون لسماع درس النملة النشيطة؟ إذن هيا لنبدأ. النملة النشيطة. جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. قالت له النملة: اجمع الطعام ودع الكسل، الشتاء قادم. لم يهتم الجندب بكلامها. نزل المطر، دخلت النملة بيتها. جاء الجندب إلى النملة جائعا، طلب إليها شيئا يأكله. أعطته النملة بعض الطعام. قال الجندب: شكرا لك يا عزيزتي، تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. أريد منكم أن تكونوا نشيطين كالنملة تماما وتتدربون على قراءة الدرس جيدا. والآن سنقوم بحل الأسئلة. السؤال الأول: لماذا جمعت النملة الطعام وخزنته؟ لماذا جمعت الطعام؟ جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. السؤال الثاني: من كان يأكل ويلعب ويغني؟ من هو؟ أحسنتم، كان الجندب يأكل ويلعب ويغني، إنه كسول. لننظر إلى السؤال الثالث: ماذا طلب الجندب إلى النملة؟ ماذا طلب منها؟ طلب الجندب إلى النملة شيئا يأكله. طلب الجندب إلى النملة شيئا يأكله. السؤال الرابع: ماذا أعطت النملة الجندب؟ أعطت النملة الجندب بعض الطعام. أعطت النملة الجندب بعض الطعام. الآن لننتقل إلى السؤال الخامس: ماذا تعلم الجندب؟ ماذا تعلم الجندب يا أبطال؟ أحسنتم، تعلم الجندب فائدة العمل والنشاط. هيا يا أبطال لنتعرف على معاني الكلمات الجديدة. أول كلمة هي كلمة خزنته. ما معنى خزنته؟ خزنت بمعنى ادخرت. خزنت ادخرت. الجملة الثانية: اجمع الطعام ودع الكسل. ما معنى دع؟ أحسنتم، دع أترك. دع أترك. وآخر كلمة: تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. ما معنى فائدة؟ منفعة. فائدة منفعة. قم بحفظ معاني الكلمات جيدا يا بطل. إلى اللقاء.